يسعد صباحكم أصدقائنا على هوا راديو روزنا. صرنا معكم ببدنا خدمة تحرز فقرتنا ضمن البرنامج الصباحي روزنامي روزنا، وسعيدة بكل الأصدقاء اللي كمان ممكن يتابعونا ببث مرئي مباشر على صفحة روزنا الرسمية على فيسبوك. اليوم رح تكون فقرتنا مخصصة لحديث أكثر عن الراغبين بزيارة مصر والحصول على تأشيرة أو السوريين الموجودين بمصر. كانت فرضت جمهورية مصر العربية تأشيرة الدخول للسوريين لأول مرة بشهر تموز الشهر السابع من عام 2013، وأصبح دخول السوريين إلى مصر يعني أحيانا عم بيضطر أنه يكون بطريقة غير شرعية. مع بداية توجه السوريين للحصول على الموافقة الأمنية كانت أسعارها عم بتكون عالية، عم توصل أحيانا $3,000 أمريكي، لكن مع مرور الوقت وارتفاع أعداد السوريين الراغبين بدخول مصر انخفض السعر لحوالي 1200، واستقر بشهر آب 2021 وبدأ سعره بالتراجع. كان في مضاربات ليوصل بالنهاية ل $300 أمريكي. فكان في ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في منشورات عم تحكي انه السلطات المصرية ألغت شرط الحصول على فيزا لدخول السوريين لمصر، وبعد فترة انه ممكن نشهد ارتفاع بأسعار الفيزا وأرقام قياسية إلى آخره. فحتى نتأكد من هذا الموضوع إذا كان صحيح إذا كان قانوني، بيسعدنا يكون معنا المحامي المصري الأستاذ عصام حامد المختص بشؤون السوريين المقيمين في مصر. سعيدين يكون ضيفنا ضمن برنامجنا الصباحي. ما بعرف إذا تعذر الاتصال بالضيف من جديد أو صار هو موجود معنا، معناتها رح نبقى معكم. أنا رح تابع معكم البث المرئي المباشر وتابع كمان تعليقاتكم وأي استفسار لحتى يرجع يكون ضيفنا موجود معنا. هي مشكلة تقنية من الاتصال من داخل مصر. بدي أقول صباح الخير لكل مين معنا. طبعا بدي اعتذر من الأسئلة اللي عم تجينا في الشأن التركي أو السوريين الموجودين في تركيا، ممكن بحلقات قادمة نرجع نتناول الموضوع. أما هلأ مثل ما ذكرت نحن عم نتحدث عن تأشيرة الدخول إلى مصر، وحكينا عن يعني ما أشيع بالفترة الأخيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي من إلغاء تأشيرة الدخول للفيزا، أو ممكن بعد فترة نشهد ارتفاع بأسعار الموافقة الأمنية والحصول عليها. إذن من جديد معي الأستاذ المحامي عصام حامد، محامي مصري مختص بشؤون السوريين المقيمين في مصر. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك أستاذ عصام على هوا راديو روزانا. أهلا وسهلا بحضرتك ويسعد صباحكم وصباح الأستاذ المشاهدين كلهم. أهلا وسهلا. كلك ذوق أستاذ عصام. أنا حابب أسأل حضرتك، يعني هل في أي قرار رسمي بإلغاء تأشيرة دخول السوريين إلى مصر؟ لو تحدثنا عن القرار الرسمي، هو ما فيش أي قرار رسمي صدر سواء بتعليمات أو قرارات صدرت من أي وزارة خاصة بهذا الشأن، لكن كل ما يتداوله الناس هي مجرد يعني حسابات عندهم هم بخصوص الطيران أو بخصوص أي شأن آخر تاني، سواء وقفت الموافقة الأمنية عنده أو غير ذلك، لكن نستطيع أن نقول أنه لم تصدر أي قرارات أو تعليمات بوقف أي تأشيرات لدخول مصر. طيب في التوقف اللي حضرتك عم تحكي عنه عن إعطاء الموافقة الأمنية، هل في أي أسباب تقدروا تحددوها لحتى كمان يكون بالصورة؟ اللي ممكن أنا أذكره واللي أنا بشاهده يعني بخصوص الموضوع ده، هو كمان الطيران عامل أزمة، يعني اللي بيحجز عشان ينزل من مصر بياخد شهر وشهر ونص علشان يقدر يوصل لمصر هنا. يعني لو بصينا كله على مثلا طيران اللي جاي من سوريا كله، الناس بتحجز، لو حجز النهاردة تاخد معاد بعد شهر ونص، فده ممكن يكون ده سبب من ضمن الأسباب اللي ممكن نذكرها في هذا الشأن، لكن ما فيش أي سبب آخر. يعني خصوصا كمان الشخص اللي بيدخل علشان ياخد تأشيرة بيدخل على موافقات وينتظر موافقات، فدي كلها أمور ممكن نذكرها على سبيل أنه هي بتوقف الأمور شوية أو بتعطلها شوية، لكن ما فيش أي سبب تاني ممكن يتقال في هذا المجال. يعني حول ما أشيع عن الأسعار أنه ممكن ترتفع، فينا نقول أنه ممكن يكون هذا في شيء من الصحة؟ ممكن ترتفع، يعني لو ارتفعت كانت ارتفعت زمان، إنما إلى الآن لا أستطيع أن أقول أنها ممكن ترتفع الفترة القادمة، يعني ما لا أعتقد ذلك. طيب هل كان في سؤال انه امتى ممكن هي ترجع من جديد يتم الحصول على هاي الموافقات؟
هي سارية إلى الآن، يعني هي خدت فترة وقف، إنما هي نستطيع أن نقول أنها سارية، لكن نظرا للضغوط على المطار هو ده اللي أنا بشوفه السبب الرئيسي اللي يعني اللي بتخلي بتوقف الأمور أو بتعطلها أو ترجئها إلى حين وجود طيران كافي لنقل المسافرين الذين تم منحهم تأشيرة الدخول لمصر. طيب نحن رح نستغل وجودك معنا أستاذ عصام ونحكي هيك لكل السوريين اللي عم يسمعونا وعم بيتابعونا لحتى يعرفوا كيف ممكن يدخلوا إلى مصر بطريقة قانونية وشو الصعوبات اللي ممكن تواجهنا للحصول على تأشيرة الدخول. للعلم هناك أكثر من تأشيرة لدخول مصر، يعني يوجد لو حبينا نذكر على سبيل المثال كذلك للحصر، في تأشيرة دخول عمل، في نعم تأشيرة للزواج من مصري، في تأشيرة للزواج من مصرية، وفي تأشيرة دخول مستثمر، وفي كمان تأشيرة دراسة الذي يريد أن يدرس في مصر سواء في جامعة، تحديدا الجامعة، يعني في أكثر من جامعة يستطيع أن يحصل على تأشيرة. كذلك في المتزوجين من مصري أو من مصرية كذلك يستطيع الدخول. من ضمن التأشيرات الدخول، دخول مستثمر، الكثير من السوريين المستثمرين في مصر سواء كان استثمار كبير أو استثمار صغير أو استثمار متوسط يستطيع بعد تأسيس شركته في مصر أو حصول على سجل تجاري وهو خارج مصر يستطيع أن يحصل على تأشيرة دخول مستثمر. فدي كلها أسباب يستطيع الدخول، يستطيع الشخص الدخول من خلالها. لا نقول أنها حكر على وظيفة معينة أو مهنة معينة أو سبب معين لدخول مصر، إنما المنتشر يعني هو يقول لك موافقة أمنية، يعني ممكن الناس بتشوف إن هو يكون ده أمر أسهل، إنما في أسباب تانية أخرى وناس كتير بتدخل بهذه الأسباب. يعني طب بعد الحصول على التأشيرة لدخول مصر، هل هون في إجراءات لاحقة من ضرورة وجود إقامة محدودة بالوقت؟ يعني قد إيه المدة اللي ممكن يقيم فيها في مصر؟ عندما يدخل الشخص إلى مصر يستطيع، هو بيختموا له يا إما شهر يا إما 6 شهور، بعد ذلك بيأتي يعرف محل إقامته في مصر، بيعرف مكان سكنه يعني، ويأتي بعقد إيجار في مصر وعليه ما يفيد أنه مقيم فعلا في هذا المكان، وبعد ذلك يقدم يا إما عنده سبب يديله إقامة سنوية فيستطيع أن يحصل على إقامة سنوية، عنده سبب أو هو يستطيع أن يحصل بلا شك على إقامة سياحية، إنما الناس بتحب تحصل على إقامة تكون عدد فترتها أكبر أو عدد الأشهر بتاعتها أكبر، فبيشوف أي سبب يستطيع أن يحصل عليه على إقامة سنوية، فيستطيع الذي أخذ تأشيرة لدخول مصر أن يحصل على إقامة سنوية وإقامة سياحية وإقامة سواء بشراء عقار أو إقامة للاستثمار في مصر أو إقامة للدراسة، وأسبابها كثيرة يعني يستطيعوا من خلالها أن يحصلوا على ذلك. نعم، طيب كمان أستاذ عصام حابب أسأل، يعني هل بيأثر بلد الإقامة الحالي للمواطن السوري على قبول طلب التأشيرة في مصر؟ يعني إذا كان بالخليج بتكون من الأمور التجارب أسهل. العملية خلينا نتكلم، تمام، خلينا نتكلم من الناحية العملية، لا تفرق أي دولة سواء مقيم فيها السوري من المقيم فيها السوري إطلاقا، سواء سوريا أو بلاد الجوار أو البلاد العربية كلها أو العالم الإسلامي كله أو في أوروبا أو أمريكا، لا يختلف إطلاقا في أي بلد هو موجود فيها إطلاقا، ده من الواقع العملي، نعم، خلينا ما نتكلمش نظري إنما واقع عملي فعلا لا يختلف إطلاقا. هل ممكن يعني نقدم بطلب ويجينا بالرفض ويحق لنا مرة تانية نرجع نقدم؟ ده صحيح ينفع، يعني أوقات كتير مثلا بتقدم الناس تأشيرات في السفارة المصرية وتيجي بالرفض، وممكن يعيد تكرار هذا الأمر بتقديم مستند آخر أو بأمر آخر ويأتي بالقبول. كذلك ممكن الشخص يتم التشييك عليه أمنيا ويأتي بالرفض، بعد ذلك يقدم طلب آخر أو التماس آخر أو تظلم آخر ويأتي بالقبول. هذا وارد وهذا حصل عمليا، أنا بكلم حضرتك كل اللي أنا بحكيه لحضرتك هو ده واقع عملي. نعم، طيب يعني أستاذ عصام لنقول إنه في شروط برأيك إنه لازم كسوريين نحن نعرفها قبل ما نقدم طلب التأشيرة لدخول مصر، في شروط معينة لازم نكون نحن على دراية فيها؟ من ضمن الحالات اللي ممكن نذكرها لو حبينا يعني نوجد شروط
في هذا الأمر يعني. نعم. أولا يكون الشخص سليم أمنيا، سليم أمنيا ما يكونش يتحكم عليه في أي جناية أو جنحة. في ناس بيكون مثلا دخلوا مصر عن طريق غير شرعي، وبعد ذلك حبوا الخروج وبعد ذلك يريدون دخول مصر مرة أخرى. في هذه الحالة بيتم منعهم لمدة 5 سنين. ليه؟ دخل غير شرعي وما قننش وضعه في مصر، بعد ذلك خرج من المطار المصري وبعد ذلك يريد الدخول مرة أخرى، فهنا يتعمل له منع لمدة 5 سنين. فبرجاء من الناس كلها التدقيق في هذا الأمر والمتابعة في هذا الأمر بشكل جيد، علشان ما يتمش مثلا دخول المطار بعد تكلفة تيكت الطيارة وتكلفة أمور أخرى، وبعد ذلك يكتشف أنه دخول مصر. لا نعدد، لو حبينا نعدد هذه الشروط يبقى هو ما يكونش محكوم عليه داخل مصر بأي جنحة أو جناية أو أي شيء مخالف للقانون، يكون وضعه الأمني سليم. نعم. طيب في عندي سؤال، هل يمكن أصدقائي يطالعوني على مصر من دون تأشيرات من تركيا؟ يستطيع من دون تأشيرات؟ ما لازم تأشير، لازم التأشير بالموقع. طيب هون كيف بيتم التقديم الطلب الحصول على تأشيرة لحتى نسهل عليه الموضوع؟ لو في تأشيرة عن دخول عن طريق السفارة المصرية يكون لأي سبب من اللي ذكرناهم، سواء قلنا مستثمر أو شراء عقار أو متزوج من مصري أو متزوج من مصرية أو للتعليم أو للعمل، دي كلها أسباب يستطيع من خلال السفارة تقديم الطلب في هذا الأمر يعني. دي كلها أسباب يستطيعوا دخولهم لمصر يعني. وهون طيب بيتم التقديم إلكترونيا للحصول على التأشيرة، ولا بشرط أنه يروح على موقع على مكان السفارة بالبلد المقيم فيها؟ على حسب الإجراءات المتبعة في بلد المقيم فيها، يا إما التقديم خلال النت أو التقديم بشخصه، بس أعتقد يعني الكل دلوقتي بيتعامل من عن بعد يعني، بيتعامل من خلال التقديم الإلكتروني. بدي أشكرك جدا أستاذ عصام حامد لوجودك معنا اليوم على هوا راديو روزانا ضمن برنامجنا الصباحي. أنا اللي بتشكر لحضراتكم وللسادة المشاهدين والأسرة البرنامج كلها، شكرا لحضراتكم وشرفت لي. شكرا لحضرتك، يعطيك كل العافية. كان معنا الأستاذ عصام حامد محامي مختص بشؤون السوريين المقيمين في مصر، تحدثنا فيه عن أسباب توقف الحصول على الموافقات الأمنية للحصول على تأشيرة الدخول إلى مصر. أبو زهر الحلبي، ذكرت أنك رحت على القنصلية السورية باسطنبول وما عطوني تأشيرة، بدك تروح على السفارة المصرية هي المخولة تعطيك التأشيرة بفهم ما ذكر الأستاذ عصام، وأيضا ممكن تقدم إلكترونيا إذا هذا الأمر متاح. شكرا لكل يلي تابعونا، رح كون سعيدة تنضموا لنا تابعونا على هوا راديو روزانا لنكمل سوا مشوارنا الصباحي برزنامج روزانا. بدنا خدمة تحرز بدنا خدمة تحرز ولو بدنا خدمة تحرز.